التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة وتحدي جديد من حلقات برنامج التحدي. حلقة النهاردة هنناقش فيها موضوع وسائل منع الحمل ما بين مؤيد ومعارض. وحول هذا الموضوع يشرفني في هذه الحلقة أنا أستضيف الدكتور أيمن أبو حمر، استشاري أمراض النساء والتوليد والعلاقات الزوجية. أهلا بك. أهلا بك. على الجانب الآخر دكتور عبد الوارث عثمان، رئيس المنظمة المصرية لعلماء المسلمين وأستاذ الفقه المكرم جامعة الأزهر. أهلا بك. منورنا. شكرا لتلبيتك الدعوة. أعزائي المشاهدين نروح دلوقتي لتقرير صوتي عن وسائل منع الحمل ونرجع مرة أخرى نناقش هذا الموضوع مرة أخرى. منذ مارس 2016 اجتاحت صيدليات مصر أزمة اختفاء وسائل منع الحمل لتترك النساء في حيرة اجتماعية. على الرغم من ذلك أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان مطلع الشهر الجاري أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة وبأسعار رمزية بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية. من جانب آخر وجه المعهد البريطاني للصحة والتميز NICI نصيحة للنساء باستخدام اللولب بأنه الطريقة الأكثر فعالية في وسائل منع الحمل وفي تجربة جديدة من نوعها. ووفقا للأبحاث التي نشرت في دورية الذكورة عن إمكانية استخدام الذكور لوسائل منع الحمل، إلا أن التجربة ما زالت قيد البحث، ويأمل الباحثون في إمكانية تجربتها على البشر في غضون السنوات القليلة القادمة. زي ما شايفين في كل مكان اخذنا تقرير عرفني عن ايه وسائل منع الحمل، اظن كثير من الناس يعلم هذه الوسيله او بيستخدموها. في البدايه دايما يهمني اخذ راي الدين في هذا الموضوع. دكتور عبد الوارث، ايه راي الدين او كيف ترى وسائل منع الحمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه الغر الميامين. ثم اما بعد، فاني ارى في معظم الذين يتناولون قضية تنظيم الأسرة أو تحديد النسل أيا كان المسمى إغفال النظرة التعبدية للإسلام في منطق الزواج والإنجاب. هذه النظرة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. هذه النظرة أيضا حددها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال أحدهم يعني أحد الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته ويقول له بذلك أجر؟ قال أترى لو فعلها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ فكذلك إن فعلها في حلال فإن له بها عند الله سبحانه وتعالى أجر. هذه النظرة التعبدية لمفهوم الزواج ومفهوم الإنجاب ومفهوم الاجتماع في الإسلام ده الأصل. نعم، لابد وألا يغفل عندما نتناقش في هذه القضية. فعندما نقول المرأة تأخذ حبوب منع الحمل أو وسائل منع الحمل أيا كانت هذه الوسيلة، لابد وأن نحدد الهدف من ذلك. لما تأخذ حبوب منع الحمل؟ هل تأخذه لرشاقتها مثلا؟ هل تأخذه لأنها تريد أن يكون الزواج متعة دنيوية خالصة محض تمتع ومحض إشباع غريزة؟ ما الهدف من أن تأخذ المرأة وسائل؟ يعني لابد أن يكون في هدف. الإسلام لا يقبل تماما أن يكون من ضمن أهداف اتخاذ وسائل منع الحمل أو استخدام هذه الوسائل أن تكون هي الإحوال الاقتصادية أو التردي الاقتصادي، لأن الإسلام يعلمنا أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى أبي أولا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغنا أن الله يقول في الحديث القدسي
ما كان لي أن أخلق فمن ثم أنساه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، إلى آخر هذه الحديث التي تدل على أن الكثافات السكرية أو أن الكثرة السكرية هي لا تزد في الرزق شيئا، وكذلك لا تضعف منه، لأن الإنسان ولد وقد كتب له من الرزق ما كتب في الأزل عند الله تبارك وتعالى، وكتب له من العمر ما كتب، وهكذا. فتكون اتخاذ هذه الوسائل أو يكون اتخاذ هذه الوسائل في نواحي يحددها الأطباء، كأن يخاف على المرأة مثلا من الهلاك أو من الموت أو من المرض الذي لا يرجى منه شفاء، أو من المرض الذي يرجى منه شفاء ولكن على المدى البعيد بما يؤثر على الحياة الزوجية. طيب، يعني على سبيل المثال لو زوجة بتاخد منع الحمل أو عشان عندهم ولدين أو ولد وبنت، فخلاص احنا عايزين ولد وبنت بس كفاية، يعني مش عايزين أكتر من كده، أو ولدين وبنتين كفاية مش عايزين أكتر من كده، هل ده يجوز أم لا يجوز؟ بلا سبب، لا سبب، هم عايزين اثنين او اثنين بس بلا سبب، هذا لا يصح، لانه يتعارض مع الحكمة من مشروعية الزواج، وهو التكاثر والتناكح، وايضا اشباع الغرائز بما قسم الله سبحانه وتعالى، وسلوك هذه الحياة بما شرع الله عز وجل وبما رسم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال ان خير النساء هي الودود، المرأة التي تلد كثيرا وهي ودودة ومحببة الى قلب زوجها. كما أن الهدف أيضا من إنجاب الذرية في الإسلام هو الحفاظ على هذا الدين من خلال أخوان لهم أخلاق ولهم سلوكيات طيبة، يحملون القرآن ويعبدون الله تبارك وتعالى. أظن أن هذا الهدف التعبدي لا يمكن أبدا إخفاله عند كل مسلم أو عند كل مؤمنة تؤمن بالله تبارك وتعالى. جميل. أجل الآخر دكتور أيمن، كيف ترى وسائل منع الحمل؟ أنا برضو هتناول الموضوع زي ما أخونا الدكتور عبد الوارث تناول من ناحية الدينية، أنا هتناول من ناحية الطبية. وإحنا دايما خلينا متفقين إن دايما الدين ما بيتعارضش مع العلم نهائي، يعني عمر ما الدين بيتعارض مع العلم في أي حاجة. بس وسائل منع الحمل أو تنظيم، خلينا نقول إن هي وسائل تنظيم أسرة، وفي حاجة اسمها وسائل منع حمل. ماشي الحال؟ فإحنا دلوقتي عشان نقول إن الست بتجيلها دورة كل شهر، ولما تحمل هتولد السنة دي، معرضة إنها في بعد الحمل بحوالي 40 يوم تحمل تاني، بعض الستات، وبعض الستات معرضة إنها تحمل بعد 6 شهور. طب لو هي حملت ولدت أو وضعت في شهر مارس 2017 وحصل لها حمل تاني في شهر 5 أو 6 2017، هل ده هيخليها تقدر تتابع البيبي اللي هي ولدته وتاخد بالها من الحمل اللي في بطنها؟ ده ممكن الدكتور عبد الوارث يقول لي؟ ده هاخد رد الدكتور عبد الوارث، ولكن في الفقره الثانيه هو هيسجل عشان في الفقره الثانيه هيرد على ما طرحته. يعني ده مش منطقي ويعني ومش حل عملي كمان. فاحنا بنقول ان الوسائل تنظيم الاسره احنا بنسميها وسائل تنظيم الاسره، مش تحديد الاسره ومش منع الحمل. تمام. هي وسيلة تنظيمية. الست أولا فترة الحمل دي بتبقى فترة مرهقة، سواء طول 9 شهور، بتأثر على كل ست بدرجة معينة، كل ست تبع حالتها الصحية اللي كانت عليها قبل الحمل. لو حالتها الصحية تسمح يعني إنها تولد مرة واثنين وثلاثة، هل بتديها حالتها الصحية عشان يعني تحافظ على تناسب البيبي الأولاني؟ هي حالتها الصحية ممكن تسمح إنها تخلف كل سنة. فممكن الست لما تبقى لما تتجوز عندها 20 سنه لغايه ما يبقى عندها 40 سنه يبقى عندها 20 طفل. ده وارد. تمام. وده موجود في السعوديه كتير، يعني في ستات سعوديه بتقول لك انا ما شفتش الدوره. تمام. اتجوزت جالها دوره، حملت ولدت، حملت ولدت، وماشيه كده على طول. ده موجود. انا مع تنظيم الاسره. يعني لازم يبقى في تنظيم اسره، لان الحياه ما تمشيش ان الست قاعده تحمل وتولد، تحمل وتولد، تحمل وتولد. يعني ما اعتقدش ان ده حاجه ولا طبيا ولا ما اقدرش اقول دينيا يعني.
مش هقول دينيه. جميل. طيب هاخد رد الدكتور عبد الوارث عثمان او رايه فيما قاله الدكتور ايمن، ولكن في الفقره الثانيه من هذا البرنامج، وهي فقره بدون تحفظ للطرفين ان يعلق كل منهما على كلام الاخر. ننتقل هذه الفقره ونعود مره اخرى. الفقرة الثانية من هذا البرنامج نناقش في هذه الحلقة وسائل منع الحمل ما بين مؤيد ومعارض. دكتور عبد الوارث، رأيك إيه فيما طرحه الدكتور أيمن؟ ورأي الدكتور حقيقة الرأي معتدل جدا، والرأي المشهور الذي يقوله معظم العقلاء. ولكن المشكلة إذا عملنا برأي الدكتور يبقى المرأة بعد الولادة مباشرة لابد أن تتناول وسيلة من وسائل منع الحمل أو تنظيم الحمل أو تنظيم الأسرة حتى لا يقع لها الحمل والولادة بعد ذلك بناء عليه، أليس كذلك؟ طبعا. هذه المسألة إطلاقا أعتقد أنها تفتقد إلى التوكل على الله تبارك وتعالى وعلى الرضا بقدر الله عز وجل، الذي ينبغي ما دام هذه المسألة مجهولة وهي من الممكن أن تنجب حتى وهي تأخذ هذه الحبوب، وممكن ألا تنجب حتى وإن لم تأخذها بعد عام بعد عامين بعد ثلاثة بعد خمسة. وأجد أن المسلم أو المسلمة إذا ترك هذا الأمر لله رب العالمين كان هو المنظم، وكان سبحانه وتعالى هو المرتب لشؤون هذه الأسرة من باب التوكل واليقين في الله تبارك وتعالى. أما إن كانت هذه المرأة التي ستلد أو التي ستتعرض للحمل يضبط طبيا لهذه المرأة على وجه الخصوص أنها تذهب مثلا إلى الدكتور المبارك، وهذا الدكتور من خلال الكشف والفحص الطبي يعلم أنها إذا كان هناك تؤثر على صحتها، قد يؤثر على صحتها هي بالذات تأثيرا سلبيا لوجود علة فيها، فإن والله أعلم هذا يكون واجبا عليها. أما ولم يجرى هذا الكشف ولم يصل الطبيب إلى ذلك، أعتقد والله أعلم إن تركت الأمر لله رب العالمين لينظمه ويرتبه، ولينظر كل واحد منا إلى أمه، ولينظر إلى جدته، ولينظر إلى أهله السابقين الذين أنجبوا الأفذاذ والعظماء وأنجبوا الأولاد والبنين بما عمروا الدنيا أكثر مما عمرناها، وفتحوا البلاد أكثر مما فتحناها، وعاشوا حياة أفضل من حياتنا، والله أعلم. الدكتور عايز يحرك هذه الفكرة أنه ما تأخذ الوسيلة دي لما يكون في خطر على صحتها غير ده تتوكل على الله وتتركها لله، وبالتالي ربنا ينظم لها حملها. يعني يا دكتور لا تكون المسألة هي مسألة أوامر اجتماعية أو هي خطة اجتماعية أو هو أدف اجتماعي نترك أو مشروع قومي، يعني لا يكون مشروعا قوميا. لا احنا مش بنتكلم انه مشروع قومي خالص. الأمم الضعيفة والأمم التي فقدت العقول هي وحدها التي تفكر دائما في تحديد الناس وفي تنظيم الأسرة وفي منع الحمل. أما الأمم المتقدمة المتطورة في أزماننا فقد أصبحت يعني تصنع ما يسمى بتنمية الموارد البشرية، وتستغل الكثافات السكانية والزيادات السكانية في العمل والإنتاج وتعمير الصحراء واستخدامهم فيما يعود عليهم بالنفع والرزق والخير. تمام، خلينا نقول إنه مشروع قومي، دي آخر نقطة هنتكلم فيها. يعني اخر نقطة هتكلم فيها هي انه مشروع قومي. بس لما نقول ان في واحدة ست وضعت زي ما قلت في شهر مارس، طيب لو هي ولدت عن طريق ولادة طبيعية وحملت بعدها بشهرين مش هيبقى فيه مشكلة كبيرة. انما نفترض كبيرة لكن هيبقى فيه مشكلة، هيبقى فيه مشكلة صحية، انها صحتها هتتأثر كتير قوي بحمل ورضاعة الاتنين في نفس الوقت، لان طبيعي احنا بنشجع الولادة الطبيعي، مش هنقول لها ولدي وما ترضعيش طبيعي او ادي لبن صناعي، لا مش هنقول كده. فهي الفتره دي بترضع فيها طبيعي وفي نفس الوقت هتحمل فيها، جسمها هيفقد عناصر مهمه جدا في الرضاعه وفي الحمل، فده صحيا مش هيبقى كويس. كون ان احنا نقول هنسيبها لربنا الفتره دي وربنا اضرب اكيد ربنا اضرب مصلحتنا كلنا، هنسيبها لربنا وحصل حمل حصل ما حصلش ما حصلش، انا اتصور ان ده هيبقى تواكل مش توكل. لان هي لو توكلت على الله او عايزه تتوكل على الله يبقى تاخد وسيله، تاخد وسيله وكل الوسائل لها نسبه فشل. يبقى اذا هل احنا لو واحده ست اخذت وسيله منع حمل كله مكتوب عند ربنا وربنا كاتب انها هتحمل في شهر خمسة، ما هي هتحمل برضه مهما اخذت. يعني لو اخذت الثلاث وسائل السابقين، هقول لحضرتك لو اخذت الثلاث وسائل امر الله تبارك وتعالى ولن يسمي احدا من العلماء او الفقهاء او العلقاء او العقلاء او الفلاسفه
أن هذا نوعا من التوكل. بل كان لهم عدو نوع من التوكل وليس التوكل. بس احنا هي يعني انتظر تتوكل على العالمين تبارك وتعالى توكلا عليه، اخذة ايضا باسباب القوة بان تأكل طعاما مرتبا طيبا. ما هي لو توكلت على الله هتحمل يعني لو ثابت الامر، لو ثابت الامر توكلت على الله هي هتحمل مباشر. يقول لك ما هو يسيبها ربنا وده امر ربنا يعني. احنا بنعمل ده في بعض الاحوال لما بتيجي ست متأخرة اوريدي في متأخرة اساسا في الحمل كويس، وبنقعد نديها متابعات تبويض ونعمل نديها منشطات ونعمل لها الكلام ده كله، حملت مثلا بعد سنة من الجواز دي مش مفترض ان احنا بعد ما هتولد هنديها وسيلة، لان الوسيلة اللي هنديها لها ممكن تأخرها كتير. ونسبة ده ايه يا دكتور؟ نسبة ده ايه؟ مش دي القاعدة. نسبة ان المرأة تلد كام في المئة من المجتمع يعني كان ممكن يحمله فترة الرضاعة ثم تحمل بعدها بشهرين، نسبة ده قد ايه؟ كتير جدا، ده كتير جدا اللي ما بياخدوش وسائل كتير. هو الكتير ده خاص بزماننا ولا كان في الازمان السابقة؟ يعني يقول لك قبل كده كان ايه اللي بيحصل يعني؟ معرفش اكيد ما كانش في وسيلة، فبالتالي هيكون في حمل. خلي بالك رب العالمين ربما تتخذ وسيلة من هذه الوسائل تكون سببا في منع الحمل اطلاقا او في ضرر عليها. لا هو ان وسيلة تمنع الحمل مطلقا، لا ده الحمد لله ما بيحصلش. اكيد لها اعراض جانبية. الا الا يعني اليست لها اعراض جانبية؟ بس هي بتمنع الحمل. مفيش حاجه. طيب خلينا ناخد نقطه ثانيه، هاخد نقطه ثانيه ملوش اعراض جانبيه. تركيب اللوب مثلا على سبيل المثال تمام، نسبه الحمل فيه 1 من 10. اشمعنى اللولب؟ ده جزء من الوسائل منع الحمل. تمام جميل. عند يعني احنا عندنا الحبوب مظبوط، الوسائل المنتشره جدا الحبوب وتركيب اللوب دلوقتي تمام، الاثنين والحقن تمام والكبسولات اللي بتركب والواقي في الجسم. جميل. والواقي طيب حاجات كتير. الوسائل دي مي نسبة الحمل في اللوب مثلا على سبيل المثال كام؟ 1 من 10. كلهم متشابهين. اه تقريبا 1 من 10. جميل. يبقى اذا هي ما ياخدها لمده 3 سنين او 4 سنين ان هي اكتفت بوجود طفلين او 3. انت مع ده ام ضده؟ مع ايه او ضده؟ ان هي تاخد اللوب ده مثلا على سبيل المثال هيقعد 3 سنين. جميل. 3 سنين مش هتحمل بارادتها لان هي مش عاوزه، خلاص اكتفت، هي عايزه طفلين، وكل 3 سنين هتيجي عشان تركب اللوب ايا كان نوعه يعني، او الحقنه اللي بتاخدها او ما الى ذلك. ده اللي بيحصل على اللولب. نسبة 1 من 10. ما هو ده 1 من 10 لما اللولب بيتركب 100% صح. مظبوط. ما هو خلي بالك من حاجه، إرادة ربنا فوق كل حاجه. بمعنى الست دي مكتوب لها انها هتحمل بعد 5 شهور من الولاده. هتروح لدكتور هيركب لها اللولب مش صح، هتحمل بعد 5 شهور. في اسباب ربنا بيسببها عشان خاطر الحمل ده يحصل. ممكن اللولب يتحرك من مكانه او يتركب في مكان مش مظبوط 100%. مزبوط. فتقوم نسبة الحمل معاها تبقى فوق 60 و70%. فده اللي احنا بنقوله ان اللي ربنا كاتبه هيحصل هيحصل. اخدت وسيلة. طب اذا كان هيحصل. اذا كان اللي كاتبه ربنا هيحصل هيحصل، ليه ما تاخدش اصلا وسيلة من البداية؟ لسه ما خلصتش. هيحصل هيحصل. بس احنا كل اللي بنعمله ان احنا بننظم. بننظم حدوث الحمل بما يتناسب مع صحة الام. لان انا عشان اقول ام تحمل كل سنة دي مش حاجة منطقية. ولا صحي، مش منطقيه صحيا يعني. صحيا ما ينفعش، ما ينفعش ان واحده كل سنه تجيب طفل. طب منين يعني؟ منين صحيا؟ من الناحيه الصحيه هيؤثر عليها صحيا. ولسه ولو عايزين نعد التوابع بعد كده هتبقى مشاكل كتير. جميل. طيب يعني قبل ما نقول ايه اللي هيأثر على السيده الحامل، هو من يعني دكتور النساء بيشتغل على الولاده والحمل، ان الست تحمل فتتبع عنده فتولد، فمن مصلحته ان كلهم يبقى في تطور دكتور يعني ما شاء الله. فالدكتور من مصلحته، دكتور النساء من مصلحته ان كلهم يولدوا ويشتغل هو وكل دكاتره النساء يشتغلوا، فكونه يدافع عن هذه الوسيله فهو يرى ان هناك مصلحه طبيه في ذلك. انت رايك ايه في ده؟ انا رايي ان المصلحه الطبيه تقدر لكل امراه على حده، لكل واحده على حده، على حسب تكوينها جسمها، على حسب ما بها من علل أو من أمراض، ويكون هذا بكشف طبي دقيق. خلاف ذلك فوالله أعلم، المرأة إن تركت الأمر لربها تبارك وتعالى كان ذلك أفضل. وكانت هذه يعني الظاهرة الاجتماعية وهي ظاهرة الحمل ظاهرة إنسانية عامة من أول آدم، ولكن لما ظهرت هذه التبعات الآن، لما هذه النداءات من تقليل الحمل، لما هذه النداءات من تقليل أفراد الأسرة، لما هذه النداءات من اتخاذ هذه الوسائل.
لما هذه الولادات كثرت هذه الأذمان مع كثرة الإباحية ومع كثرة العلم الاقتصادية أو الانهيار الاقتصادي ومع كثرة غياب الإيمان؟ أنا أرى أن هذه الوسائل لا مانع من استخدامها شرعا، ولكن على حسب حالة كل امرأة. هذه واحدة الحالة فقط. الأمر الثاني ألا يكون هذا مشروعا قوميا تتبناه الدولة، وإلا كانت خسارة كبيرة جدا، لأن الموارد البشرية لابد وأن تستغل في هذه الدولة النامية أو في الدول النامية عموما. المشكلة ليست في أن توجد أفراد، المشكلة في استخدام هؤلاء الأفراد وتوظيف هؤلاء الأفراد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وصناعيا في أرض الواقع. لابد للقائمين على الأمر أن يروا حلولا لاستغلال هذه الكثافات السكانية في العمل وفي الإنتاج وفي زيادته أفضل بكثير من كونهم يتحججون بأن المرأة ستمرض، أو يتحججون بأن الكثافات الذرية السكانية قد زادت، ربما الموارد قلت. لابد وأن يستخدموا هؤلاء كما تفعل الصين، كما تفعل الدول المتقدمة، استغلال هذه الأعداد الكثيرة في الإنتاج يعني. في العمل وفي الإنتاج. لك أن تتخيل يا دكتور، ومصر على حجمها هذا من الكثافة السكانية لا تقطن إلا أقل من 10% فقط من مساحة أرضها. كويس. نحن نحتاج إلى الدولة تحارب إرهاب، والدولة تحارب لها عدو آخر ولها كذا، لما لا تستخدم هذه الكثافة السكانية وهذه الموارد البشرية في حماية طبيعية في سيناء، حماية تمنع من الإرهابيين. عندما تكون هناك كثافات لن تجد أنواع هناك من المساحات الواسعة التي يستغلها الإرهاب لضرب وطننا المصري. الدكتور عبد الوارث عايز يقول إنه المشروع القومي في الإنجاب، لا المساحات الصحراوية الكبيرة سواء سكانيا اجتماعيا في سكن اجتماعي أو في زراعة أو في إقامة مصانع. كويس. أليست هذه حماية طبيعية تقلل من طاقة الجيش بكثير، بحيث يستخدم في حفظ الحدود أكثر من كونه ينتشر في الصحراء وفي الجبال وفي الأودية؟ خليني أقول لك. هو إحنا دلوقتي لما سعادتك بتقول إن إحنا عايشين على 10% أو 17 أو 18% من مساحة مصر كلها، تمام؟ ده يبقى ده يعني حضرتك اللي وصلتني إن تنظيم الأسرة دلوقتي أو تنظيم النسل بقى مشروع قومي. لما إحنا نبدأ نعيش على أكتر من كده نبقى نقول لا خلفوا. هقول لحضرتك نحتاج الى تنظيم نسل، نحن نحتاج الى توزيع هذا النسل. لا ده احنا حاليا الدولة تشجع المجتمعات العمرانية الجديدة. تمام. على اعطاء الاراضي دون اجراءات بيروقراطية. فين حضرتك احنا عندنا النهاردة في الوضع الحالي واحنا عايشين على من 10 ل 17% من مساحة مصر، عندنا نسبة البطالة قد ايه، وعندنا نسبة الشباب اللي ما بيشتغلوش قد ايه، وعندنا نسبة الناس اللي قاعدة ما بتعملش اي حاجة قد ايه. فما جيش في الفترة الحالية هذه الموارد البشرية ده امتى؟ لا الى امتى قلت امتى قلت ان زيادة الناس لمشروع قومي؟ لما الدولة تبدأ اصلا تعمل اللي عليها، لما الدولة تبدأ تعيشنا بدل 17% على 50% من مساحة الارض، هيبقى مشروع قومي اللي حضرتك بتقوله. لما يبقى فيه اعمار، وده يعود الى وعي المواطن. لا يعني مش وعي الدولة، احنا بنعمل وعي المواطن بأن ينتج، وعي المواطن بأنه لابد وأن يعمل، وعي المواطن بأن يتخلى. بقى لنا قد ايه بنتكلم الكلام ده الى العمل ايا كان نوع هذا العمل. هذه الثقافة التي تحدد ان العمل لا يكون الا في مهنة طبيب او في مهنة مهندس او مدير اعمال او رئيس مصلحة او مدير عام او رئيس جمهورية. لا لا لا, لا هي مش كده. لابد لهذه الثقافة ان تزول وان تندثر من المجتمع، وان يكون العمل الشريف البناء الذي يعود على المجتمع بالنفع والخير، لابد وان تكون هذه الثقافة هي التي تسود في المجتمع. وهنا لا نحتاج الى تحديد نسل ولا الى منع حمل، بقدر ما نحتاج الى توعية وطنية. الوطن المواطنين يوعي إخوانهم، من يعي يوعي من لا يعي، الدولة توعي في هذا، تعي أو تنشر هذا الوعي في أجهزة الإعلام ووعي المواطن بنفسه. استثار ما في كوامن هذا المواطن ليكون مواطنا منتجا. احنا محتاجين كويس قوي. انا حاطط لحضرتك مثال بسيط قوي. اخواتنا السوريين حبايبنا اللي قاعدين في مصر هنا، نسبة البطالة عندهم قد ايه؟ انا اقول لسعادتك 0%. بالظبط. تمام.
وبيشتغلوا اي شغلانه حضرتك ممكن يعني مام. كل الاعمال محترمه تمام. انما هنا في اكتوبر مثلا في مثال كبير قوي كلهم بيشتغلوا تمام. واخواتنا احنا اولادنا احنا المصريين عاملين ايه؟ قاعدين في المحلات بتاعتهم او واقفين على النواصي او بيعملوا اي حاجه كويس. ده اللي حضرتك عايز تقوله ان السوريين هنا دول اللي لقوهم يقولوا ان مشروع قومي عندهم ان هم يخلفوا. ليه؟ كلهم بيشتغلوا وبينتجوا وي 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 دول مشروعهم القومي ان هم يزودوا النسل. انما احنا بثقافتنا الحاليه ووضع بلدنا الحالي لا، ده مشروع قومي ان النسل يتنظم لغايه ما يبقى فيه حل بديل. لازم الناس الشباب دول طيب زي اللي ايده وجعته بدل ما يعالجها. طيب خلينا عشان ننتقل للفقره الثانيه. لازم البرنامج هيسأل الدكتور عبد الوارث سؤال. لا انا بس اقول الجمله دي ان لازم ما نعيش على عشان نقول ان تنظيم النسل مش مشروع قومي. لازم نبدا نعيش على اكتر من 17% من البلد. طول ما احنا عايشين على المساحه دي مش هنقدر. لا يمكن تقدر، لا يمكن. وطول ما الاحوال الاقتصاديه برضو بالمنظر ده برضو مستحيل نجيب اكثر يعني مستحيل. كان زمان القصه دي. اخد سؤال من النقطه دي. دكتور عبد الوارث، انت شايف ان احنا كمجتمع مؤهل لزياده عدد الافراد والانجاب بهذا الشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ هاخد ردك على هذا السؤال ولكن في الفقره الثالثه والاخيره من هذا البرنامج، وهي فقره بعنوان اراء وحلول. نطرح فيها سؤال للساده المشاهدين: هل انت مع ام ضد الدعوات او الحملات التي تنادي بتحديد النسل؟ ننتقل لهذه الفقره ونعود مره اخرى. الفقره الثالثه والاخيره من هذا البرنامج نناقش في هذه الحلقه وسائل منع الحمل ما بين مؤيد ومعارض. دكتور عبد الوارث، كنت سالتك قبل ما ننتقل لهذه الفقره، كنت بقول لك هل ترى انه المجتمع مؤهل لفكرة الإنجاب وكثرة الإنجاب وزيادة عدد السكان ولا لا؟ من الناحية الاقتصادية والثقافية والسياسية. يعني أنا لن أتحدث من هذه النواحي أبدا، فلها طبعا متخصصين. وإنما نتحدث من ناحية الشرعية، هو أن العبرة ليس بالكثرة العددية، وإنما لابد من التوعية. يعني هذه الكثرة حتى وإن لم يكن مؤهلة، من الواجب على الإدارة السياسية أو من الإدارة في البلاد الإسلامية والعربية أن توجد هذا التأهيل، أن تعمل له، لا أن تتغافل عنه وتذهب إلى طرق هي أشبه ما يكون بالهروب من الحلول. الحل ليس إطلاقا في تقليل الكثافات السكانية في البلاد العربية والإسلامية بقدر ما هو في إعادة توظيف هذه الإمكانيات والعقول البشرية، في حسن استغلال هذه الموارد البشرية، في توجيه هذه الكثافات السكانية إلى العمل وإلى الإنتاج وإلى طاعة الله تبارك وتعالى، وإلى تعمير الصحراوات وتعمير الأراضي وإلى البناء وإلى التعمير وإلى جلب الخير على المجتمعات الإسلامية البشرية التي هي في مثيس الحاجة إلى ذلك. عندما يختار الإنسان الطريق الأسهل وهو منع الحمل أو تنظيم هذا الحمل لهذه الأهداف، لأهداف صحية ثابتة ولازمة بموت من سيفعل بها ده او من ستلد او ستحمل ويحافظ على صحه على اطلاقه، سوف يكون هذا تدمير للمجتمعات البشريه العربيه الاسلاميه. اعتقد والله اعلم ان الفكر المتطور الان في زمننا وانه اصبح يحترم الكثره العدديه للشعوب، ولك ان تتخيل وضع مصر وهي في هذه الظروف التي اضعفتها بعد الثورات وبعد كذا، وهي في هذه الظروف لو كان عدد نسمتها مثلا 6 مليون أن يكن هذا يضعفها كانت ستكون بهذه القوة التي تحترمها العرب والعالم لكثرتها الكثيرة. رغم كده مصر 6 مليون. طيب ناخذ صوت تليفوني حاجة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا بس عندي نقاط سريعة بإذن الله هحاول بسرعة. عايز أقول هناك فرق بين المنع والتحديد والتنظيم. المنع إذا كانت خطورة تامة على الأم بكلام أطباء مسلمين ثقة فوجب. التنظيم مع القدرة على الإنجاب وإعطاء الطفل والأم حقهما وتربية الطفل تربية يحبها الله ويرضاها هذا هو المطلوب. التحديد بلا أي سبب يضر الأم أو الجنين مع التربية تربية صالحة ده مرفوض. والرسول عليه الصلاة والسلام يباهي بالكثرة الصالحة التي ترضي الله، فكم من عدد لا يساوي عند الله شيئا وكم من رجل بألف رجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وصلت صوتك الحاجة سناء، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك.
دكتور ايمن. هو الحاجه السنه قالت طبعا كلامها كويس جدا. طبعا المنع احنا مش مع المنع الا في حالات طبيه وبيقررها اكتر من طبيب. حالات طبيه فقط. المنع لا التحديد التنظيم. لا انا بقول المنع دلوقتي. جميل. تمام. المنع ده دكتور ومش دكتور واحد، اكتر من حد. تمام. طيب لما نيجي نقول التنظيم، لا التنظيم ده لازم ماست. يعني تنظيم الاسره لازم، لان الدكتور عبد الوارث حالا بيقول لو في ننظم لو الام هتموت او هيحصل لها. لا احنا بنتكلم صحيا فقط يعني. تمام. احنا عايزين، هو الغرض من ان الست تولد ان الست يبقى صحتها كويسه والبيبي صحته كويسه، الطفل كمان اللي اتولد. انما ما ينفعش ان الام تبقى ضعيفه وقاعده تخلف لي زي ما كان بيحصل زمان في ده جانب صحي برضه. ده جانب صحي. يبقى يعني ما ينفعش طبيا ان انا اخلي في اله قاعده تجيب لي اطفال والاله دي اصلا صحيا مش كويسه، ما الاطفال اللي هينزلوا منها. ما احنا دلوقتي متفقين على الجانب الصحي. الجانب الصحي اذا كانت الجانب الصحي صحيا لا تستطيع او لا عندها القدره. الجانب الصحي بيخلينا نقول انها لازم بعد الولاده تاخد وسيله. دي نمره واحد، انها للتباعد بين الحمل والتاني. يعني الخلاف بيني وبين الدكتور هي بس كلمة لازم. انا الدكتور هو بياخد من كلمة لازم ان هذه القاعدة لابد وان تطبق على كل امرأة. ربما انا ارى او في تصوري في كلام الذي صدته الكثير هذا هو ان كل امرأة على حدة على حسب حالتها. يعني حالتها الصحية هزيلة ضعيفة لا تستطيع ان تتحمل مخاطر أكثر مرة الحمل والولادة المتقاربة أو حتى المتباعدة، فللطبيب عند ذلك أن يتدخل بدوره فيرتب هذه العلاقة بين الزوج وبين زوجته، العلاقة الفراشية، علاقة الزوجية، وينظمها لعلاقة الإنجاب، ينظمها بما يرضي الله تبارك وتعالى ما دامت صحة هذه العلاقة الزوجية. مش هتتنظم نهائي العلاقة الزوجية في كل الأحوال. وصلت الفور أستاذ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك. اتفضل. أنا مع تحديد الناس، يعني لو أنا موظف شغال شغلانة بسيطة وعايش في مكان بسيط، فمن الطبيعي إن أنا أحدد الناس عشان أعيش في 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 ظل هذه الظروف. فتحديد الناس في هذه في الحالة دي شيء مستحب. وصلت هذه الرسالة، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. دكتور أيمن اتفضل. زي ما احنا كنا بنقول حالا ان دلوقتي التنظيم ده الفترة اللي بعد التباعد بين الولادات، ده زي ما كان الدكتور عبد الوارث بيقول على لساني، ده لازم. تمام. اللي هي للتباعد بين الولادات، لان ما فيش، هقول لسعادتك على حاجة حالا، ما فيش واحدة ست تولد ايا كان ولدت طبيعي او قيصري وتقدر صحيا تحمل بعد شهرين. تأكد ان حالتها الصحية هتتدهور جدا. دي نسبة موجودة. لا نسبة موجودة. ده نسبة موجودة وكبيرة. النسبة بالنسبة. خلي بال حضرتك لو قعدنا نجيب نمسك نقسم المجتمع شرايح. في شريحة نقول فقيرة وشريحة متوسطة وشريحة نقول في فوق المتوسطة شريحتين ثلاثة. تمام. الشريحة الفقيرة لا يمكن بحال من الاحوال تقدر تتحمل لان هي اصلا حالتها الصحية تحت المتوسط، يعني حالتها الصحيه متدهوره اصلا. فانها جابت الطفل ده الحمد لله وعدت من الولاده، الحمد لله عدت من الولاده او القيصريه، او ان احنا نحملها صحيا لود او حمل كبير جدا بحمل جديد، ده ممكن يودي حياتها في داهيه. اللي هي اللي احنا بنتكلم برضو على المستوى ايه اللي هو اللي تحت المتوسط، اللي هي مثلا نقول مش عايز اسمي. لما نيجي في الفئه المتوسطه. تمام. واحده موظفه وجوزها موظف، دي فئه متوسطه. ربنا رزقهم بطفل او طفلين، عشان تيجي هي واخده اجازه وضع 3 شهور. عشان تيجي في ال3 شهور دول تحمل كمان، ده هي في ال3 شهور دول يا دوب قادره ترضع البيبي وتعمل متطلبات البيبي ومتطلبات البيت. تحط لها لود كمان، مش هيتقبل، تحط لها لود كمان في ده. ادي في الفئه الثانيه برضه مرفوضه. لما نيجي في الفئات العاليه قوي بقى اللي هي اللي فوق المتوسط، اللي هم الفئتين 3 4 5، لما تبقى ست عندها مثلا كذا شغاله في البيت وعندها بيبي سيتر وعندها وعندها وعندها، ده ما فيش مانع انها تحمل. ايه المشكله؟ فيبقى احنا دخلنا برضه كده في جزء ايه؟ جزء اقتصادي. طيب خلينا ناخد اخر اتصال تليفوني. ام يامن من الغربيه، اهلا بيك اتفضلي. ايوه صباح الخير. اهلا بيك. مساء النور.
ورايك في وسائل منع الحمل؟ انا طبعا بسمع الحلقه من الاول ومعاك جدا في الكلام اللي بتقولوه، بس طبعا انت في جزئين انتوا ناسينها خالص. مع اي كلام؟ مع ام ضد؟ مع طبعا. مع جدا. يعني ازاي ادي للطفل الاولاني حقه وانا معايا طفل تاني؟ الفرق بينهم حاجه بسيطه جدا. يعني لو انا سبت نفسي كده وجبت الطفل التاني بعديه، انا هعرف ادي ازاي حق الطفل الاول؟ يعني انا كده هقصر جامد. بعيد بقى عن المستوى المعيشي، طبعا احنا دلوقتي في ازدياد فظيع، مستلزمات الاطفال العاليه جدا، الادويه اسعارها عامله ازاي، الاستخدامات نفسها، المستلزمات الطفل نفسه، البامبر، كل الحاجات دي غاليه جدا، اللبن، كل حاجه. فبعيد بقى عن المستوى اللي انت بتتكلم اللي هو الاساسي طبعا. النقطه الاساسيه بتاعت التاثير في تربيه الطفل الاول ده، الحميه. وانا شايفه ان الفرق ممكن يبقى قد ايه؟ يعني مثلا ممكن اربع سنين، مثلا اربع سنين وعندك سنوات يكون دخلت المدرسه مثلا، اعرف ده افضل ادي حق نفس اللي هو اخده للطفل الاولاني ادي للطفل الثاني. جميل، واصلت رسالتك، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. الفرق ده هيحتاج. طيب خلينا ناخد الاستاذ احمد كان بيقول ان هو مع وسائل منع الحمل وتنظيمها، لانه برضو كلهم بيتكلموا في الناحيه الماديه، انت ايه رايك في ده؟ بص، الناحيه الماديه ما نقدرش نقول ان هو ده الموضوع الاساسي. هو موضوع الرعايه الموضوع الاساسي. لان زي ما الدكتور عبد الوارث قال، او مش الدكتور عبد الوارث، ربنا اللي قال ان كل طفل بيجي برزقه، دي طبعا منتهيه، دي امور مسلم بيها. فان احنا نقول ان الموضوع الوضع الاقتصادي هو الاساس، لا، ما انت هتقول انا ممكن انا هدخل الطفل في السنه الدراسيه الواحده ب 15000 جنيه، ما انت ممكن تدخله مدرسه حكوميه. جميل، انت بتقول ان الوضع الاقتصادي مش ده اللي 100%. الناحيه الصحيه مهم، الناحيه الصحيه، الرعايه للام وللطفل والقدره على الرعايه. ما انا ما ينفعش ان واحد بواب مثلا وجاهل، تمام، وقاعد يخلف في اطفال وخلاص، انت شايف مش هيبقى في رعايه بالشكل ده؟ فين الرعايه؟ ما الولاد كلهم طالعين ايه؟ طالعين بوابين. تمام، فين الرعايه؟ جميل. طيب على الجانب الاخر دكتور عبد الوارث، وقت الحلقه قرب على النفاذ، يعني تعليقك على الاتصالين. كم من بواب وكم من فلاح؟ ما اقصدش، انا اقصد ان الرعايه مش موجوده الى ذلك. انا برضو بحدد ان هو جاهل. انا فاهم، انا قلت بواب وجاهل، فبيعمل ايه؟ بيخلف وسايب الولاد في العماره وخلاص. انا حبيت بس يعني عايز اقول لحضرتك، الاخ اللي هو بيقول تحديد النسل في حاله الاحوال الاقتصاديه او كذا، هو الدكتور تفضل طبعا وقال ان ربنا سبحانه وتعالى في السماء رزقكم وما توعدون، فلا يصح اطلاقا ان يكون الباعث الاول والاخير على تحديد النسل او منع الحمل او على تنظيم الاسره هو الحاله الاقتصاديه او سوء المعيشه او ضيق ذات اليد. هذا الهدف عيب في ايمان المؤمن، لا يصح للمؤمن ابدا ان يتخذ من ذلك وسيله او بابا من ابواب تحميل الناس او تنظيم او ملاذ، بابا من ابواب استغلال الرزق نفسه. فمثلا ممكن يكون الله تبارك وتعالى يرزقه ب 100 جنيه، يقول طب ال 100 جنيه هتكفي الباب ده 50 وده 50، او نقسم ال 100 جنيه دي الى اربع ارباع، انا 25 والعيال 25 وامي خمسة. هذه الحسبة، هذه الحسابات لا يعرفها الإسلام. الإسلام حدد للمسلم أن رزقه عند الله سبحانه وتعالى مكفول، وأنت موعود به ومكتوب لك قبل أن تولد. يعني الجانب الرزق ده لا نأخذ به أصلا. ثانيا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فما دام الرزق عند الله سبحانه وتعالى موجود ومكفول ومكتوب عنده في اللوح المحفوظ، فلا يصح للمسلم أبدا أن يتدخل بفكر أو أن يتدخل بشيء من عنده في هذه المسألة، بل هو ما عليه هو أن ينتظر رزق الله تبارك وتعالى له. هذه النظرة أو هذه الناحية من علاج مشكلة تنظيم الأسرة يرفضها الإسلام تماما، لأنها تضعف إيمان، أن تقلل من إيمانه، هي نظرة تنم عن ضعف الإيمان. أما إن كانت المسألة كما قال الدكتور الفاضل هي نواحي صحية وترتيبية، هذا هو الذي يكون مثار خلاف، هذا هو الذي يكون مثار أخذ ورد ما بين ما ينفع وما لا ينفع وما يفيد المجتمع وما لا يفيد المجتمع. مسألة هي بعيدة عن الإيمان، هو تعتبر تنظيم دنيوي، تنظيم على حسب العلم الذي وصلنا، على صحة المرأة، الثقافة التي وصلنا إليه،
على أن الخلاف بيني وبين الدكتور في هذا هو أن الدكتور يريد هذا على إطلاقه، أما أنا فأحدد هذه الوسائل لكل امرأة على حدة على حسب حالاتها الصحية التي يقرأ الأطباء. أستلم أخيرا يا دكتور أخيرا. أنا برضو قلت أن هو لازم فترات للتباعد بين الحمل تمام، إنما الفترة اللي بعد كده نفترض أن في أم جابت طفلين أو ثلاثة أو أربعة وشافت نفسها خلاص مرهقة لغاية كده مش قادرة ولا اجتماعيا ولا قادرة تاخد بالها منهم، يبقى في الحالة دي لما تقول أنا مكتفية بده في الفترة الحالية ده مقبول، يعني مكتفية بعدد الأربعة في الفترة الحالية وبتأجل مثلا سنة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما تعوز تاني بس الحالة انتهى. أما شرعا فهو لا يقبل أبدا، ده تنظيم ولا تنظيم. لا هذا هو منع، ده منع مش تنظيم. لا تنظيم خلاص هي فترة ثلاثة أو باثنين لحظة بس في حد ذاته مش هتجيب ثاني، هي في الفترة الحالية. الإسلام يعني نعم الإسلام يريد من المرأة أن يعني توضع في مكانها الصحيح وهي أن تكون أما صالحة. هذه الأمة الصالحة لا يصح أن تعطلها. أما صالحة مش بتخلف على طول، بأن تنجب أما صالحة وفي نفس الوقت صالحين. لا هي لما تولد يعني تلك هي التي يجعل الأم المكانة العظمى هي أو المكانة المميزة على الوالد وعلى الناس جميعا. تخلف كتير ولا اللي تخلف تأخذ لا بأس به وذلك توجههم وترشدهم إلى الأخلاق السليمة وإلى السلوكيات الحسنة. مسألة الإنجاب ما دام الإنسان يخضر عليها لا يصح أبدا أن يمنعها، لأنه عطل نفسه عن سبب أساسي خلق على الأرض لأجله. يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا بالحق وما أريد أن يخلق. لو مشينا على القاعدة دي يبقى الست كل أم هنا حيبقى عندها حوالي 20 طفل. إزاي هتاخد بالها منهم؟ هي كل أم بتجيب 20 طفل؟ ممكن يعني هذا بإرادتها؟ ده موجود في السعودية والله. إذا كان هذا هي إرادة الله تبارك وتعالى فعلى الرأس وعلى العين موجود في السعودية الله تبارك وتعالى. بس في السعودية بيعملوا إيه؟ مع احترامي للسعوديين ما بيدوروش على مدارس، ما بيدوروش على أي حاجة، هما بيخلفوا بس ما بيتابعوش. احنا الشعوب اللي هي الشوام حضرتكم افضل منا حالا افضل منا لا يسعني في نتيجة حلقة كل واحد لك لا حلقة اليوم لا يسعني في نتيجة حلقة الا ان تقدم بخالص الشكر المصريين ابدا لا يسعني في نتيجة حلقة اخرى بخالص الشكر بفضل السيد الدكتور ايمن ابو حمر استشاري امراض النساء والصبي والعلاقات الزوجية بشكره شكرا جزيلا. اهلا. على جانب الاخر دكتور عبد الوارث عثمان رئيس المنظمة المصرية لعلماء المسلمين وسيد الفقه بخرم جامعة الازهر بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين في كل مكان بشكركم لحسن المتابعة وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أخرى وتحدي آخر لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع قلنا الأضرار وطبعا قلنا إيه المنافع وابن رأيك عالدليل قلنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه تحدي.